بك يا حسين البحر مثل شجرة واقفة حد الطريق، بحبك يا حسين البحر مثل شجرة واقفة حد الطريق، يتفيا بظل الشيخ والراهب والغريق، لأنه انغرق هذا الغريب تنقذوا، لأنه انغرق هذا الغريب تنقذوا ألف رجال يسبح يطيلعوا يوصلوا البر الأمان، لأنا حلا لأنا ورد لأنا أمان. منك طلع كاتب مسرحي ورواي، منك طلع كاتب مسرحي ورواي، منك طلع بداية ملحمي، ملحمي وشو ملحمي، شاعر حزين يتغزل بضيعته، يتغزل بضيعته الكل سحر ويقول لا ميمتو هنيالك الجيتي أحصين البحر. لعل موقع القرية بإطلالاتها على الطريق الساحلية منحها هذا الاسم الأثري التاريخي لمصغر الحصن، إذ أن الموقع يوحي بأن له دلالات دفاعية تشبه الأغراض الدفاعية للحصن، ويأتي البحر بهالته الساحرة ليضفي على الموقع الحصين سحرا جعل لاسمها وقعا خاصا حصين البحر. هنا تجتمع القوة والجمال، الحقيقة والسحر، الحلم والواقع. بداية أرحب بكم في قرية حصين البحر، القرية الجميلة الوادعة التي تغفو على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، الجبل يعانق البحر والرمال تتوسط هذا الجمال. من هذا الجمال، من منبع المحبة، نبتت الثقافة، نبتت المعرفة، نبتت الحضارة. فكان لدينا الكثير من الكتاب والشعراء، الكاتب الكبير الروائي حيدر حيدر، صاحب الوليمة لأعشاب البحر، الومض، الزمن الموحش، الفيضان، الوعول، والكاتب المسرحي الكبير الذي حقق على المستوى المسرحي إنجازا للوطن العربي وعلى المستوى العالمي، له العديد من المسرحيات. إنه الكاتب المسرحي الكبير الراحل سعد الله والنوس، صاحب مقولة إننا محكومون بالأمل، والذي زرع فينا إلى الآن وإلى الأجيال القادمة الأمل بمستقبل أفضل وحياة زاهرة لأطفالنا وشبابنا ولمجتمعنا بالكامل. هناك العديد من الشعراء في هذه القرية، الشاعر سليمان رمضان، وأيضا الشاعر سليمان رمضان، اثنين شعراء سليمان رمضان، الشاعر أسامة شاليش. حصين البحر هذا الاسم الجميل العريق أتى من تصغير لكلمة حصن البحر، لأنها تتربع على قمة جبل مطل مباشرة على البحر. حصين البحر هذه الجميلة الرائعة سميت في يوم من الأيام باليمار سوريا لكثرة الثقافة ولكثرة الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين. إلى الشمال الشرقي من مدينة طرطوس، وعلى بعد 12 كيلومترا وعلى بعد حوالي 3 كيلومترات غربي بلدة السودة، وعلى بعد 2 كيلومتر عن شاطئ البحر، تتوضع قرية حصين البحر. وتتصل القرية بمدينة طرطوس ومركز ناحيتها في بلدة السودة بشبكة طرق واسعة عبر الأوتوستراد الساحلي السياحي الدولي اللاذقية طرطوس، كما تتصل بمحافظة حماة عبر الطريق المركزي الذي يربط محافظة طرطوس وحماة عبر مدينة الشيخ بدر وادي العيون بعرض 20 كيلومترا.
هذه القرية الرائعة تطل على الساحل السوري وتبعد عن أوتوستراد طرطوس اللاذقية حوالي كيلومتر واحد، وتبعد عن مدينة طرطوس حوالي 12 كيلومتر، وهي أحدى القرى الرائعة في محافظة طرطوس، وهي قرية سياحية رائعة جميلة وادعة. وتقوم بلدية حصين البحر بتقديم جميع الخدمات اللازمة لأهالي قرية حصين البحر، كذلك يقوم الجهاز الإداري في بلدية حصين البحر بتقديم جميع الخدمات اللازمة من عمليات الترخيص والأوراق والمعاملات المطلوبة. كذلك يوجد في قرية حصين البحر العديد من المراكز التخديمية، منها المركز الثقافي الذي يقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأهالي قرية حصين البحر، كذلك مستوصف نجل تقديم الرعاية الصحية من أدوية ومن الطبابة، وكل هذا بشكل كامل وتام. كذلك وجود جمعية فلاحية تقدم الخدمات إلى الأخوة الفلاحين أجمعين، كذلك الجمعية الاستهلاكية تقدم كل ما هو مطلوب إلى الأخوة المواطنين، كذلك يوجد النادي الرياضي الذي يقدم الخدمات الرياضية لجميع الشباب الموجودين. كذلك تقوم بلدية حصين البحر بتقديم جميع الخدمات المطلوبة منها للوافدين، حيث بلغ عدد الوافدين عندنا حوالي 20,000، وذلك ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا. كذلك بالنسبة للشهداء تقوم بلدية حصين البحر بتقديم كولبة مجانية لأهالي الشهداء. تطل القرية على البحر الأبيض المتوسط وسهل طرطوس الساحلي غربا، ومع أن اسم القرية ارتبط بالبحر إلا أن شهرة نهره الحصين لا يقل أهمية عن شهرة اسمها، شهرة تدل عن ارتباط اسمها بالبحر. ونهر الحصين ارتبط باسم القرية ويعتبر من أهم ملامحها، هو نهر ساحلي طوله حوالي 15 كيلومترا، وهو يتشكل من ملتقى نهر قيس القادم من منطقة دريكيش ونهر البلوطة القادم من منطقة الشيخ بدر. يتجه النهر من الشرق إلى الغرب ليصب في البحر، وللنهر واد عريض متوسط الانحدار تغطي سفوحه أشجار الزيتون والأحراج المتوسطية التي يغلب عليها شجر السنديان والريحان. وهذا النهر منح القرية ميزات تضاف إلى مكوناتها الطبيعية من خضرة وزرقة ونهر، يمكن أن تتحول مياهه إلى سد يروي مساحات واسعة لتكون حصين البحر إحدى هبات النهر والبحر معا بعطائها الذي لا ينقطع، والذي انعكس على أهلها إبداعا مستمدا من طبيعة ساحرة تحيط بهم، منحتهم السكينة والهدوء ليبدعوا في الأدب والفنون. لعل أبرز ما يميز قرية حصين البحر كما شاهدتم وجود كم هائل من الفنانين التشكيليين والشعراء والأدباء، ومن هؤلاء الفنانين الفنان الراحل الفنان التشكيلي الراحل علي هولا. نحن الآن في منزل الفنان التشكيلي الراحل علي هولا، وشارك في العديد من المعارض القطرية على مستوى القطر، وفي مهرجانات قطرية، وفي معارض في بيروت عاصمة للثقافة العربية، وسافر إلى العديد من الدول الأوروبية للاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال الفن التشكيلي الفن الانطباعي. له مئات اللوحات، بقي هنا القليل، ولكن اللوحات الباقية متوزعة في بيوتنا وفي بيوت الأصدقاء. وكما تشاهدون هذا المعرض، هذا المكان شبه متحف، كما تشاهدون هناك العشرات من اللوحات،
وهو يمتلك العديد من اللوحات، ولكن توزعت في العديد من المنازل، في منازل إخوته وأصدقائه، وشارك في العديد من المعارض والمهرجانات الدولية والمحلية. الفنان تشكيل الراحل علي هولا ينتمي إلى المدرسة الانطباعية، وترك بصمة في هذه القرية وعلى مستوى القطر، وله شهادات تكريم وتقدير محلية وعالمية أيضا. رحل باكرا قبل أن يكمل مشواره الفني، الرحمة له والبقاء للفنانين الآخرين. ماشي بالشارع طلع لقى هالقطيارة ويا حرام رايحة أجرة وجعوا قلب عليا، بايع لوحاته وجاي بده يجي لها نقضيها، مد إيده على جيبته أعطاه في نصيب وضل جاي، ولا واحد يجي له البيت بده هو يشوفه من الشباك يروح يلاقي له يعطي. والحصين قرية في جمالها وعلاقاتها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها الأصيلة تشكل مركز إشعاع ثقافي واجتماعي عريق، وفيها تقام النشاطات والملتقيات الثقافية، ومنها ارتقت السويات الاقتصادية والعمرانية، حيث تعرف القرية بمستواها العلمي العالي وبالشهادات العليا لأبنائها، وهي القرية التي لا يوجد فيها أمية. هلا ما دق القمحة وبدي أعمل شوية متبلة، هذا بيدقوا وبينصفوا يا ابن الحلال وبيطبخوا متبلة بيطلع طيب كتير، إن شاء الله بتكونوا هاني ومطعميكم. وهلا وسهلا فيكم بحصين البحر، يا عيني انتو يا عيني كيش بفتلة يا آدمك، الله يكتر لي وادك. وهذا الجرن يا ابن الحلال عمره 70 سنة، 70 عدة، الله يرحم الوردنا. القديم كيس كتير، وبالخمسينات كانت حياتنا كيس كتير كتير، كانت هالخيام ونحط هلا على الخيام هالغار والنام، وفي الدنيا يا عيني صافية ونطلع العشاء على السطح وناكل تنشبع ومبسوطين وسعيدين، ونحط جرة مي خليها تبرد مو من البرادة ربي بردة ونشرب تنشبع، وكنا مبسوطين وسعيدين كتير كتير. هاك اللي ما في أجمل منها، كنا ننطر أمي عيني تجاي وتخبز لنا على التنور الله يرحمها كروف، ونعمل هالهندبة وهالمقلي نطلع على السطح ونقعد كلنا لقمة وحدة وإيد وحدة وأسرة وحدة، ويجي هالخبز التنور يا خيي مثل النار واحمر مثل الدم، ناكل تنجبه، وكنا مبسوطين كثير وكنا سعيدين كثير. حصين البحر قريه تضم البحر والسهل والجبل والوادي، طبعا مناظر الجمال التمست هالشيء من وقت اللي كنت صغيره، واختزنت في ذاكرتي العديد من مناظر الجمال والسحر والخيال، ألهمتني وجعلتني أعمل بالأعمال اليدوية الخاصة بالطبيعة. طبعا أسقطت هذه الأعمال في لوحاتي لأكون أمينة على طبيعة بيئتي وطبيعة بلدي. شاركت بمهرجانات كتير، مهرجان طرطوس السياحي من 2005 وأنا شارك بمهرجانات عديدة طبعا، وشاركت مهرجان الشيخ صالح العلي، وشاركت مهرجان حسين البحر الثقافة لمدة سنتين، وعندي مشاركات للأطفال، مشاركة طبعا بالضيعة، وهالشي هذا بيشجعنا انه نحن نعمل على موضوع الفن. لا حياة بلا جمال، ولا جمال بلا فن، ولا فن بلا روح.
طبعا أعمالي هي من أعمال البيئة الطبيعية، طبيعة بلدي. الأدوات التي أستخدمها هي عبارة عن أدوات، هي عبارة عن زهور لونتها وأعدت صياغتها بطريقة فنية، ودخلت الألوان وروح الفن، روح اللون، الألوان الباردة والساخنة، وهذه بتدل على انسجام الروح بالفن. وقت اللي بختار أنا ألواني بتكون ألوان متفائلة طبعا. هالألوان المتفائلة أخذتها من ألوان البحر والطبيعة والشجار. طبعا لا أنتمي لأي مدرسة لأنني أعمل بطريقة عفوية. لوحاتي لا تشبه بعضها، كل لوحة مختلفة عن الأخرى. حسين البحر قرية كتير جميلة وفيها مناظر كتير رائعة بتجذب أي شخص لحتى يصير فنان. طبعا نحن نفتخر ببلدنا سوريا اللي قدمت وعطت كتير، عطتنا كتير من أننا نشجع الناس ونرسم بريشتنا وألواننا ألوان بلدي. أنا من قرية حسين البحر، أحب هذا الفن الذي أقوم به كل يوم. أنا كل يوم بنزل على البحر، بدي لم أصدافي، بدي لم أي صفي مثلا بلاقيه مثلا بحط في بالي بدي أحط بها اللوحة الرائعة. أي مد مثلا بنزل أكثر إيه بنزل على البحر أنا بالشتوية، بالشتاء بيطلع البحر هائل، بيطلع أصداف الرائعة، الأصداف كلياتها هاي، بعد ما قمت كل صفي بنقيها وبحطها حل. بجيب اللي هون أنا بحطن عندي مثلا بالبيت. من مثلا قسم مثلا ما بستعمل انا مواد كيميائيه معي ابدا، بالمي السخنه طلع الحل بنطفين انا وبضبط اموري هذي لحد بلوحات رائعه يعني. ولي هلا حدود 15 سنه بشتغل بهالمهنه هي. يوميا وقت بيكون عندي فراغ لابد اني انا انزل على البحر لحتى لا اتي باصدافي البحريه ومن الاحجار الأحجار هي المخرمة هي مشان استعملها لوحات ثانية يعني. كل لوحة حسب أصدافها وحسب حجارها أنا بقوم فيها أنا. فلذلك أنا وقت اللي أنا بدي أقوم مثلا بدي أقدم اللوحة أولا لازم تكون أصدافي كلها حيدة مشان شو نقي السطف اللي بديها أنا، كل سطف بنقيها أنا بشو مشان نحطها حل مشان دغري تكون مع تنوية دغري أنا مثلا أنا بحتاج أنا أحطها بلوحة. وهي الأحجار الثانية تقيم لي حسب الأصداف أو حسب اللوحات اللي عندي جدارية أو غير جدارية، لأحواض السمك اللي عندي أحواض السمك، عندي اللوحات الرائعة، في عندي البحرات، في عندي المناظر، في عندي أي شيء بيطلع بذهني أنا بدي أقوم فيه. ولكن أنا أول شيء في حياتي أنا عملته لوحة رائعة وأتكلم عنها ليش؟ لأنه أنا من قرية حسين البحر، حسين البحر الرائعة التي تقدم أحلى فنان مع مسا وقطرنا. يعمل أبناء القرية بالزراعة البعلية والمروية معا، وتشتهر بزراعة الزيتون وهو عماد النشاط الزراعي، ويشكل غابة مثمرة تطوق القرية، كما يزرعون الفول السوداني والحمضيات والخضار الباكورية والبيوت البلاستيكية. كما يوجد فيها بعض المنشآت كمعمل إسمنت طرطوس، ويعمل أهلها بالأعمال التجارية والوظائف والخدمات والمهن الحرة. كما تقوم في القرية جملة من المحلات الحرفية لتصنيع الخشب وأحجار البناء،
وفيها عدد من معاصر الزيتون، مما يعكس نشاط أهلها وفاعليتهم في كافة المجالات. أحسان البحر ضيعة من ضيعة ريف طرطوس، ترتفع عن سطح البحر 150 متر. في عنا زراعات متنوعة بالضيعة، في عنا الزيتون، الحمضيات والزراعة المحمية البندورة. عنا حوالي 1000 بيت لاستيكي، عنا 21000 شجرة زيتون، وعنا 2500 شجرة حمضيات. بتضم كمان وحدة إرشادية فيها نخبة من الكفاءات المميزة من الفنيين والمطريين والزراعيين، يقدموا الإرشادات والنصائح للأخوة الفلاحين والمربيين للحصول على أفضل الإنتاج وأفضل خلال الموسم. وفي تعاون وثيق ومستمر بين الوحدة الإرشادية وبين الأخوة المزارعين. إليك تمتد الشواطئ يا امرأة من نار ونور، وإليك أرجع عاشقا كما لعشه يرجع العصفور، وإليك تسير زوارقي، وإليك تسير زوارقي محملة بشوق لا يغور. فأنت جزيرة والبحر بعض من كنوزها، والبحر بعض من كنوزها. وقد جعلت منك قبلتي، وقد جعلت منك قبلتي وصلاتي دائمة حتى النشور. والبحر هيهات يبقي ما به، والبحر هيهات يبقي ما به. سيلقي إليك يوما زوارقي، يا ويحه قلبي، يا ويحه قلبي قد كان حملها التمائم والبخور، يا ويحه قلبي قد كان حملها التمائم والبخور. قد كان يرنو للوصال، وها يا ويلتي إنه مفطور. أن تجتمع في قرية كل هذه المقومات، بحر ونهر، عراقة واسم من رفعة وسمو ونبل، من منعة وقوة، من ثقافة وعلم، لهي قرية تستحق أن يشار إليها وأن يلمع اسمها في عقد قرى طرطوس. ضيعتنا صار الحلاك له، عدروب ضيعتنا صار الحلاك له. من خلف هالشباك أحبابنا طلوا، يا ألف ورد طحوب عم تزرع بهالقلب، يا ألف ورد طحوب عم تزرع بهالقلب عحبها كله. ضيعتنا صحبي مع الينبوع مياته الحلوين، صحبي مع الينبوع مياته الحلوين. والغرب بعد رجوع يا قلبي يا مسكين، كل ما بتغرب شمس بحر سلع عمرك كله. عدروب ضيعتنا يما صار الحلاك كله، عدروب ضيعتنا يما
صار الحلا كله من خلف هالشباك أحبابنا طلوا يا ألف وردة حب عم تزرع بهالقلب وحبها باللون ضيعتنا